أيها الأحباء في الرب يسوع المسيح، سلام ونعمة معكم جميعا. هذا لقاء يتجدد وتأمل في كلمة الله من خلال برنامج إنجيل الأحد. اليوم هو الأحد السادس من سابوع الصيف حسب سنتنا الليتورجية المشرقية الكلدانية، والسابوع هو فترة زمنية من المفروض أن تتكون من 7 أسابيع وضعها آباء الكنيسة لكي تساعدنا في فهم التدبير الإلهي وعيش المناسبات المختلفة على مدار السنة. ونحن الآن في سابوع الصيف الذي وضع آباء كنيستنا المشرقية من خلاله نصوصا تدعونا إلى التوبة وإلى القيم المسيحية والمبادئ المسيحية الأساسية في حياتنا. اليوم آباء الكنيسة اختاروا لنا نصا من الإنجيل بحسب البشير لوقا، إذا تذكرتم كان النص في الأحد الماضي أيضا من بشارة البشير لوقا، وقرأنا من الإصحاح 16. وفي هذا الأسبوع نستكمل لنقفز إلى الإصحاح 17، ويبدأ هذا الإنجيل المقدس بسؤال الرسل، فقال الرسل للرب زدنا إيمانا. فقال الرب كلمته أو عبارته المشهورة: إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل فلكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. طبعا نلاحظ هناك يعني تعابير خاصة الثقافة اليونانية التي يكتب لها البشير لوقا، والتي تختلف نوعا ما عن الثقافة اليهودية التي كتب لها البشير متى. يعني بعض المرات نلاحظ هناك متوازيات، يعني البشيران يتكلمان عن نفس الحدث نفس المعجزة، ولكن هناك هذا التفرد في والاختلاف في طرح الأمور حتى تفهم هذه الرسالة من قبل المجتمع الذي يكتبون له. طبعا الرب يسوع في هذا النص لا يريد أن يقول أن الإيمان يجعل الإنسان يعمل ظواهر خارقة لقوانين الطبيعة. الحقيقة علينا أن نذهب أبعد من هذا وأن نفهم كلام الرب يسوع المسيح بشكل عميق. الرب يسوع المسيح يتكلم عن الإيمان الذي يجعل المستحيل ممكنا، ليس بما يتعلق بالظواهر الطبيعية. أكيد نحن لا نريد في حياتنا أن ننقل الأشجار إلى البحر، يعني لو عدنا هذه القدرة لكان علينا أن نقوم بأعمال أكثر مهمة من هذه. لكن هذه الشجرة الحقيقة علينا أن نفهمها إخوتي وأخواتي فهم أعمق. الشجرة دائما لها جذور وصعب أن تنقلع من مكانها. يعني هناك في البلدان المتقدمة حتى غير المتقدمة، يعني لأن هذه الآلة لا تكلف كثيرا، هناك آلات خاصة لقلع الأشجار حتى تحافظ على جذورها، وهناك جذور تمتد إلى أمتار وأمتار داخل الأرض. لهذه الجميزة أن تنقلع، الرب يسوع يريد أن يقول أنه كثير مرات نحن نصبح مكبلين، نصبح متشبثين بأشياء. هذه الجميزة ممكن أن تمثل قلق، ممكن أن تمثل مشكلة تأثر على حياتنا، أثرت على حياتنا منذ طفولتنا منذ شبابنا، ولا زالت متجذرة هذه المشكلة، بل أصبحت شجرة كبيرة لا نستطيع زحزحتها. لكن الإيمان يجعل من كل مسيحي بإمكانه
أن يقلع هذه المشكلة من جذورها ويطرحها في البحر، يطرحها إلى أين تنتمي هذه المشكلة. طبعا البحر في الإنجيل المقدس في الكتاب المقدس هو الرمز للشر، فعندما نطرح هذه الشجرة في البحر معناته أنه هذه المشكلة نرجعها إلى مسببها، إلى الشر اللي دائما يحاول أن يبعدنا عن الله. عندما نرفض الله ويبدأ هذا الشر يسيطر قليلا قليلا على حياتنا. طبعا تذكرون أيضا حادثة طرد الأرواح الشريرة، والأرواح الشريرة تتكلم مع الرب يسوع في هذا الإنجيل المقدس وتقول، يقول ما اسمك الرب يسوع؟ فيقول اسمي لغيون أو ليجن باللغة الإنجليزية. ليجن هو فوج، يعني هو في ذلك الوقت الليجن كان يتراوح عدد الفوج العسكري بين 3000 إلى 6000 جندي. فلما الأرواح الشريرة تجاوب تقول نحن ليجن، نحن فوج، نحن مجموعة كبيرة، معناته أنه عددهم كان يقدر ب 3000 إلى 6000. والرب يسوع يأمر الأرواح الشريرة أن تدخل في الخنازير، والخنازير تذهب وتغرق في البحر. فأيضا عين الفكرة هي لما أنه البحر هو رمز الشر، وهذه الأرواح الشريرة تعود إلى أين انتمت، إلى أين تنتمي، إلى البحر الذي هو رمز الشر في الكتاب المقدس. نذكر أيضا قصة البحر الهائج، يعني لما الرسل والرب يسوع في السفينة ويهيج البحر أو بحيرة طبرية يسميه لوقا، لأن مو من المنطقة جغرافيا فيسميه بحر الجليل، هي في الحقيقة بحيرة طبرية. نلاحظ أيضا نفس المعنى، أنه هذه ليست عاصفة اعتيادية بل هي عواصف الشر اللي تحيط بالكنيسة المقدسة اللي يمثلوها الرسل المجتمعين مع بعض والرب يسوع المسيح. وهذه الكنيسة هي في رحلة مستمرة في وسط هذه الحياة، في وسط هذا العالم المليء بهذه الأمواج، بهذا الشر اللي يهدف إلى اضطهاد الكنيسة وإلى إنهاء الكنيسة. ولكن الرب يسوع يجزم، ينهي الموقف. وفي مرقس أحب كثير التعبير، يقول الرب يسوع للبحر الصاخب والهائج اخرس اصمت. يعني هذا التعبير رائع جدا، كأنما هو كلام موجه لشخص أو لتيار أو لمنظمات كثيرة تحاول أن تسكت صوت الكنيسة المقدسة في هذا العالم، والرب يسوع يزجر هذا الصوت ويقول اخرس ويحل من جديد السلام. والتلاميذ يتعجبون، يقولون من هذا حتى البحر يطيعه. عودة إلى النص، نحن مع الإصحاح 17 من الإنجيل المقدس بحسب البشير متى، والرسل يقولون للرب زدنا إيمانا، وتكلمنا عن معنى الجميزة وعلاقتها بالبحر، كيف ما هو معنى أن تنقلع وتنغرس في البحر. لكن دعونا إخوتي وأخواتي نتوقف عند هذا السؤال، ما هو الإيمان؟ يعني كثير من الناس يعتقدون أنه الإيمان هو قبول معتقد معين أو التصديق بشخص معين، لكن علينا أن نتعمق أكثر في فهمنا للإيمان. الإيمان هو علاقة، يعني نبدأ من هذا التعبير، الإيمان هو علاقة، وهذه العلاقة مثلها مثل أي علاقة تمر بمراحل.
معنى ذلك أن الإيمان هو ديناميكي، الإيمان ليس ثابتا، الإيمان يمر بمراحل، واللحظة اللي إيماننا فيها، إيمان الإنسان يتوقف عن الحركة، ما يمر بتغيرات سواء كانت سلبية أو إيجابية، فهذا الإيمان هو ميت، وهذا الإيمان هو شكلي، وهذا الإيمان هو سطحي. السؤال الأول اللي نسأله إلى أنفسنا، هل علاقة إيماننا اليوم بالله هي علاقة متغيرة؟ هل هي ديناميكية فيها تحولات، فيها تغيرات مثل ما ذكرت، سواء سلبية أو إيجابية؟ علينا أن لا نخاف من التحولات السلبية في هذا، علينا أن نقلق ولكن أن لا نخاف من هذه التحولات السلبية، لأنه هذه التحولات السلبية بعض المرات إذا كنا ممتلئين من النعمة وعدنا إلى الطريق، نلاحظ أنه كيف أنه هذه التحولات السلبية في حياتنا تساهم في صقل هذا الإيمان ودفعه إلى أمام. ليس هناك أي مشكلة أنه نتأخر خطوة حتى نتقدم 3 خطوات، لكن المشكلة دائما هي لما نتقدم 3 خطوات ونرجع 10 خطوات إلى الوراء. لابد من العثرات في حياتنا. الرب يسوع دائما يذكر الرسل، ولكن علينا دائما أن نتحد به، أن نصارع روحيا رغباتنا الجسدية اللي دائما تريد تبعدنا من أن نعطي دائما الكلمة الأخيرة للروح، حتى الروح يقودنا وتكون حياتنا كلها حياة روحية في النور وفي النعمة وفي القداسة. الإيمان هو علاقة، وهذه العلاقة مثل ما حكينا متغيرة وتمر بمراحل. الإيمان أيضا هو تسليم، الإيمان هو ثقة مطلقة. ليس عندما أرى هذا الشخص اللي أريد أؤمن به قويا وجبارا، يعني في الإنجيل المقدس كثير مرات الرب يسوع يعمل معجزة ويقول لا تقولوا لأحد، يقول للشخص اللي عمل معه المعجزة أو لتلاميذه يوم حدث التجلي، نتذكر لا تخبروا أحدا حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات، أو لا تخبر أحدا، لا تخبروا أحدا بعد المعجزات. سبب أنه الرب يسوع ما يريد أنه شهرته تنتشر بين الناس، وأن الناس تتبعه لأنه يعمل الأشياء الخارقة. ليش؟ لأنه من راح ينصلب الرب يسوع، كثير من الناس راح نشوف أنه كيف أنه هذا الصليب سبب لهم معثرة، سبب لهم شكوك، لأنه بانين إيمانهم بشخص يسوع المسيح على أنه هو إله جبار، إله مقتدر، يستطيع أن يفعل أي شيء، يستطيع أن يعمل المعجزات. لكن بالحقيقة هذا هو ليس الإيمان. الإيمان هو علاقة تسليم، علاقة ثقة مطلقة بهذا الشخص حتى ولو رأيناه ضعيفا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإيمان هو حب. أنا أحب هذا الإنسان، نحن نحب الله مو لأن نخاف منه، نحن نحب الله مو لأن نطمع بالملكوت، نحن نحب الله مو لأن نخاف من العقاب، خوفا من العقاب، فنحن لا خوفا ولا طمعا ولا تجاوزا للعقاب، نحن نحب الله لأنه يحبنا، لأنه هذه علاقة الحب، ما مبنية على شيء آخر، ما مبنية على المنفعية، ما مبنية على المصلحة. نحن نحب الله لأجل الحب فقط. لذلك الإيمان متركز على هذه علاقة الحب، وما متركز على أبدا المصلحة
ولا متركز على قوة المقابل أو ضعف المقابل. لذلك كثير من الناس تشككوا لما شاهدوا الرب على الصليب وقالوا: ألا يستطيع هذا الذي فتح عيون الأعمى أن ينزل؟ ألا يستطيع هذا الذي يعني أجرى كل هذه المعجزات أن يخلص نفسه ويخلصنا؟ هذا ما قالوا اللصان حسب مرقس. وفي لوقا اللص اليمين يتفرد لوقا بهذه القصة أنه اللص اليمين يعني في اللحظات الأخيرة أدرك خلاصه ونال التذكرة إلى الفردوس السماوي. إخوتي وأخواتي، يكمل البشير لوقا هذا النص بشكل رائع ويقول: من منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول إذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ، بل ألا يقول له: أعدد ما أتعشى به وبعد ذلك اخدمني، وبعد ذلك بعد أن تنتهي من هذا من هذه الخدمة كل واشرب أنت أيضا. فالرب يسوع يريد يقول أنه هذا العبد ليس له فضل في ما يقوم به، يعني يريد يقول كأنما أنه الإنسان مدعو بالفطرة، مدعو بمجرد أن ينفتح، أن يفتح عينيه على كل النعم اللي موجودة في هذه الحياة، عليه أن يشعر بأنه في علاقة مع الله وأن هذا الله هو كريم أكثر مما نستحق. وكثير مرات في تقاليدنا العراقية نستخدم عبارة الله كريم، ولكن هل نحن فعلا نقصد الله كريم يعني ونعيش أنه فعلا الله كريم؟ إذا الله كريم علينا أن نعيش أيضا الشكر لأنه فعلا كريم معنا، يعطينا دائما ما لا نستحقه. الإيمان مقرون إخوتي وأخواتي بالثقة، هو ثقة ومبنية على المحبة. نحن لأن نحب الله، ولكن الإيمان هذه الثقة وهذه المحبة مقرونة بالشكر إلى الله. يعني نحن إذا كنا مؤمنين حقيقة علينا أن نشكر الله دائما على كل شيء، على كل شيء، حتى على مشاكلنا، على مصاعبنا، على صلباننا، لأن هذه كلها هي عوامل تساعدنا على تغذية الإيمان. اليوم الإيمان، غذاء الإيمان هو التجارب. يعني فجدلية هي يعني مربكة نوعا ما، ولكن يبدو أنه هو هذا الواقع. غذاء الإيمان هو التجارب. يعني حتى الإيمان ينمو ويكبر علينا أن ندخل في تجربة، رغم أنه نصلي صلاة اللي علمنا إياها الرب يسوع المسيح ولا تدخلنا في تجربة. ليس بمعنى أنه الله يدخلنا في تجربة، بمعنى النص مثل ما مجلس الأساقفة الكاثوليك في فرنسا غير التعبير حتى ينطبق على المعنى الصحيح للصلاة الربية: ولا تسمح أن ندخل في تجربة، لا تسمح يا رب أن ندخل في تجربة. ولكن الرب نفسه، نحن نصلي ولكن الرب نفسه يقول لابد أن تأتي العثرات. أيضا في الإنجيل بحسب البشير لوقا في الإصحاح السابق إصحاح السادس عشر: لابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن على يده تأتي هذه العثرات. الإيمان مرتبط بهذه العلاقة المبنية على الثقة المطلقة، على التسليم الكامل مهما حصل، مهما كان الشخص الثاني أمامنا في حالة ضعف أو في حالة، يعني نتكلم عن علاقتنا البشرية، مهما كان هذا الشخص في حالة حتى خطيئة، علينا إذا كنا مؤمنين بهذا الشخص
علينا أن لا يسقط هذا الشخص من نظرنا، لأنه ما نستطيع to reduce أنه نختزل هذا الشخص في مجمل حياته إلى تلك اللحظة اللي يخون بها أو يسقط بها أو يضعف بها. ولذلك الرب يسوع أبدا ما توقف عند اللحظات القليلة اللي الرسل خانوه فيها. يعني هل هناك أكثر من خيانة بطرس؟ هامت الرسل بعد ما يعطيه هذا البريفليج، هذه المكانة العظيمة بين الرسل، ويعطيه هذه المسؤولية، والرسول بولس يدق إيده على صدره ويقول أنا لو تركك الجميع فأنا لن أترك، أنا حتى سأموت يعني عنك. والرب يسوع يذكره اليوم قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. لكن الرب يسوع لا يتوقف عند هذه اللحظة، الرب يسوع يؤمن بالإنسان. نحن المفروض مدعوين أن نؤمن بالله وإيماننا يتزعزع مرات، لكن الله يؤمن بالإنسان، عنده هذه الثقة بالإنسان، ثقة مطلقة عنده الله بالإنسان. لذلك يسمح مرات أن يتجرب الإنسان، لأن عنده هذه الثقة أنه الإنسان سيعبر هذه التجربة، سيقوم من هذه التجربة. لماذا نسقط في التجارب؟ لأنه نغيب الله من حياتنا. لو نضع الله مركز حياتنا صدقوني سننتصر على التجارب، على كثرتها، على تنوعها، على صعوبتها في هذا العالم اللي نعيشه. هذه العلاقة مثل ما دا نحكي علاقة الإيمان مبنية على الثقة، لا يهمها التخبطات، السقطات، لا تتشوه من خلال هذه العلاقة صورة المقابل حتى وإن رأيناه ضعيفا، لا تتشوه حتى وإن رأينا الله على الصليب، يسوع الرب الإله المتجسد على الصليب، بل إذا كان إيماننا علاقة تسليم كامل إلى الله، عليها هذه العلاقة أن تنمو مثل ما قلت بغذاء خاص هو التجارب اللي هو غذاء لهذا الإيمان. كنت أقرأ قبل قليل وأعجبتني مقولة لأحد الأشخاص أنه الإيمان هو مثل الطير، مثل العصفور الذي لا زالت الدنيا ظلماء في الفجر، ولكنه يغرد لأنه يعرف أن الصباح آت. يعني الإيمان مبني على الرجاء. نتذكر كلام الرسول بولس يقول الإيمان والرجاء والمحبة وأعظمهن المحبة. الرسول بولس لا يقارن بين الإيمان والرجاء والمحبة، يقول بما معناه الإيمان إذا قارناه بالرجاء أو إذا قارنا اثنيناتهم بالمحبة، المحبة هي أفضل من اثنيناتهم. مو هذا معنى كلام الرسول بولس. الرسول بولس يقول كأنما بما معناه أنه إذا عشنا الإيمان بشكل حقيقي وكان عندنا هذه علاقة التسليم الكامل لله والثقة الكاملة بالله، حتى وقت الصعاب، وقت ما نظن أنه الله غائب في حياتنا، سيكون لنا رجاء. وهذا الرجاء إذا عشنا بشكل حقيقي، هذا الرجاء سيتحول إلى محبة. فنلاحظ كيف أنه القصة تبدأ مع الإيمان وتمر بالرجاء لكي نصل إلى المحبة المسيحية الحقيقية. أعيد هذا التعبير اللي عجبني كثيرا، الإيمان هو مثل الطائر الذي العصفور الذي لا زالت الدنيا ظلماء، يعني هناك ظلام في الوقت اللي يزقزق به العصفور، تزقزق فيه العصافير، ولكنه يغرد لأن له ثقة بأن الشمس ستشرق، لأنه عنده ثقة أنه الصباح سيطلع. هذا هو إيماننا المسيحي، أنه عندنا ثقة أنه مهما كانت مشاكلنا،
كثيرة كبيرة معقدة، لكن لدينا ثقة أنه الرب حاضر في حياتنا، وحضوره في الوقت الذي يختاره، في الوقت الذي نختمر فيه، نحن نصل إلى هذه المرحلة لنحقق بها هذا الانفراج. لأن كثير مرات نحن المعجزات ما نفهمها بالطريقة الصحيحة، نفهمها أنه هي عمل خارق من الله ممكن أن يقوم به للبشر، ولكن المعجزة في حقيقتها هي علاقة بين الله والإنسان، الإنسان والله، والإنسان هو السبب الرئيسي في هذه المعجزة. بدون إيمان الإنسان الكامل هذه المعجزة لن تتحقق. وفي الإنجيل بحسب مرقس يقول في الإصحاح السادس: ومكث الرب يسوع هناك أياما يسيرة ولم يستطع، أياما يسيرة أين؟ هناك في الناصرة في بلده، ولم يستطع هناك أن يجري أي معجزة، فتعجب لقلة إيمانهم. يعني الله المتجسد لا يستطيع أن يجري أي معجزة بسبب بسيط، أنه ما كان هناك عندهم استعداد الناس في ذلك المكان، وما كان إيمانهم واصل إلى درجة الثقة والتسليم الكامل لله. الإيمان إخوتي وأخواتي هو مغامرة، لأن مرات نحن نؤمن بشخص لا نراه، بشخص غير مضمون أنه يعمل لنا معجزات في حياتنا، ولذلك هذه هي مغامرة، مغامرة رائعة ولكن مبنية على ثقة أساسية أنه الرب معنا حتى النهاية ولن يتركنا. هناك قصة يعني قصيرة، يقال أنها قصة حقيقية، عن مسألة الثقة والإيمان بالمقابل. صبية تبلغ من عمر 12-13 سنة جالسة في طائرة، و الكابتن أعلن أنه للأسف فقدنا السيطرة على الطائرة، والطائرة بدأت بالسقوط، والناس بدأوا بالذعر والصياح وما إلى ذلك من أمور. هذه الطفلة كانت الوحيدة اللي جالسة وهي هادئة، أهدأ من البقية نسبيا، وما تصرخ يعني. فجو بعض الناس يعني مستغربين، قالوا له الطائرة ده توقع، أنت يعني وين أهلك كذا إلى آخره. فما الطفلة ما اهتمت أبدا لهذا الموضوع. فوحدة من النساء قالت له: أنت ما خايفة؟ يعني إيش راح يصير؟ إحنا راح نموت. قالت له: نو أنا ما خايفة. قالت له: ما هذا السبب؟ يعني ما سبب هذا أنه يعني أنه أنت ما خايفة؟ فأجابت الصبية بكل ثقة وقالت: لأن الطيار هو أبي. لاحظ كيف أنه الإنسان مرات لازم يصير مثل هذا الطفل اللي يكون عنده الثقة المطلقة بالله، التسليم الكامل بالله. يعني هناك مثل آخر أنا من مشاهداتي الشخصية أيضا، أنه الطفل يعني في مطلع عمره، والأب أول مرة يرفعه، هناك هذه يعني الطريقة مرات يعني بعض العلماء لا ينصحون بها، ولما الطفل يكون بعمر صغير أنه أول مرة الأب يلقي الطفل بالهواء، يعني يذبه بالهواء ويسقط، يبدي يسقط هذا الطفل سقوط حر إلى أن يحتضنه ويمسكه بإيده. ملاحظين أنتم كيف يكون وجه هذا الطفل؟ هناك شعور بالذعر هذا الطفل، لأن ما مختبر الجاذبية الأرضية، وكيف أنه هذا الطفل ده يسقط بهذا السقوط الحر، وهناك هذا الخوف على وجهه، ومباشرة بس يمسكه أبونه من جديد يبدي هذا الطفل بالضحك والابتسامة والضحك طبعا. يعني مع هذا الخوف، دائما أسأل هذا السؤال، مع هذا الخوف، مع هذا الذعر اللي اختبره الطفل، ثاني يوم هل رح يجي هذا الطفل إلى إيد أبونه؟ لو رح يبتعد عن أبونه، أم يعني رح يطلب من أبونه أنه يعمل يكرر نفس العملية؟
أكيد أكيد، يعني الكل يجمع أنه رح يجي إلى الأب، وربما بشكل أو بآخر بإيماءة أو بأخرى يطلب أنه يكرر الأب نفس الخبرة. والدليل والسبب في هذا هو الثقة اللي عنده هذا الطفل بأبونه، اللي مستحيل رح يتركه يسقط بدون أن يعتني بينه. طبعا هذه واحدة من تجارب اللي الشرير المجرب جرب الرب يسوع. مكتوب إن كنت ابن الله مكتوب أن تلقي بنفسك من الجبل، لأنه مكتوب أنه سيرسل ملائكته لكي يحملوك لئلا تصطدم بحجر رجلك. وهذه واحدة من التجارب للرب يسوع المسيح. يقول الله معنا بما معناه لا تجرب الرب إلهك، بما معناه أنه الله معنا، لكن علينا أن لا نجرب الله، مو نحن نضع أنفسنا في مأزق ونشوف أنه الله موجود أو لا، لكن عندما نوضع نحن يحدث هذا المأزق، هذا الظرف أو ذاك، يكون عندنا هذا الإيمان أنه الله معنا لا يتركنا. في سفر دانيال، هذا نشيد الفتيان الثلاثة الرائع، ودانيال أيضا في جب الأسود، نلاحظ أيضا كيف أنه الله يكون موجود، لأن نبوخذنصر الملك يتفاجأ، يقول أليس ثلاثة الذين ألقيناهم في أتون النار؟ من أين هذا الشخص الرابع؟ الله معانا دائما حتى وسط الصعاب. المشكلة أنه نحن كثير مرات نفشل في أن نكتشف ونختبر هذا الحضور. طبعا مثل ما ذكرنا، الإيمان مقرون بشكل أو بآخر بالشكر. إذا فعلا نحن مؤمنين بالله، رح نعرف شقد الله كريم، شقد الله رائع، شقد يعطينا أكثر مما نستحق، أكثر مما نحتاج. في عرس قانا الجليل، الخمر اللي كان بينه صفتين اللي الرب يسوع عمله، واحدة من الصفتين أنه كان أكثر بكثير مما يحتاجون في ذلك العرس. مواهب الله، نعمه هي كثير أكثر مما نحتاج، ولذلك علينا أن نشكر دائما. مشكلتنا لأن نحن ما مؤمنين إيمان حقيقي، لأن نحن ما مؤمنين إيمان عميق، ما نشكر الله على نعمه. ولذلك البشير لوقا مباشرة بعد هذا النص، نص العبيد اللي يقول ما عندكم فضل إذا عشتم هذا الإيمان وقمتم بكل هذه الأعمال الصالحة، قولوا نحن عبيد بطالون لأننا عملنا ما كان يجب علينا فعله. بعد ذلك يقول في ذهابه إلى أورشليم، يعني بالطريق، اجتاز في وسط السامرة والجليل واستقبلوا 10 برص، وقال لهم اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. عندما قالوا، بعد ما قالوا يا يسوع يا معلم ارحمنا، وفيما هم منطلقون طهروا، واحد منهم، يعني 10% نسبة، كأنما الآن هل هناك 10% من الناس يشكرون الله فعلا على كل يوم، على نعمة كل يوم، على نعم كثيرة منظورة وغير منظورة نعيشها في حياتنا؟ على واحدة من النعم المنسية، الملاك الحارس. في الكنيسة الكاثوليكية نؤمن أنه كل إنسان له ملاك حارس، سنتكلم في حلقة خاصة عن هذا الموضوع. هل نشكر الله على هذه النعمة أنه هناك ملاك؟ الله شقد يحبني، واضع ملاك حارس لأجلي، يحرسني، يكون دائما معايا في كل شيء أقوم به. سو كثير مرات عندما نتوقف، بس نحتاج لحظة أن نتوقف حتى نشعر شقد الله كريم في حياتنا. مو الله كريم العبارة اللي نقولها بدون أن نقصدها، بدون أن ندخل إلى معناها العميق. الرب يسوع يسأل هذا الأبرص، يقول له أليس 10 الذين طهروا؟ أين 9؟ يعني أنت واحد فقط رجعت. وهذا كان، هذه هي الطامة الكبرى. هذا الشخص الذي رجع يشكر الرب يسوع كان سامريا، يعني اليهود ما كان يعتبروهم يهود
أصليين كانوا يعتبروهم أشخاص يدعون اليهودية حتى يحصلوا على امتيازات معينة. هذا الشخص الغريب يرجع وحده ليشكر الرب يسوع، بينما اليهود شعب الله المختار اللي الله صنع معاهم عجائب وعظائم، اللي الله أخرجهم من أرض مصر، أنا الرب إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر، اليوم الله يخرجنا من العبودية، الله يعطينا نعمة حياة، الله يدبر، الله يكون حاضر في حياتنا حتى بدون أن نشعر، لكن ننسى نحن الذين نقول نحن نؤمن بك يا رب، نحن نتبع المسيح ابنك الوحيد، المسيح هو إلهنا ومخلصنا، نقول في قانون الإيمان أؤمن بإله واحد وبرب واحد وبالروح القدس، لكن ما نعيش الشكر، ولذلك إيماننا هو غير ناضج، لأن لو كان ناضج وعميق فما نستطيع إلا أن نشكر الله لا كل يوم بل كل لحظة من حياتنا. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، هل تشكر الله كل يوم على كل شيء، على الهبات والنعم المنظورة وغير المنظورة، وحتى على المشاكل والصعوبات؟ لنشكر الله على كل شيء، لنشكر الله الكريم الذي يغمرنا بنعمه، لكي نعيش إيماننا، هذه العلاقة، علاقة الثقة والتسليم الكامل، ونقول يا رب إني ورقة بيضاء فاكتب عليها ما تشاء، والشكر لك لأن أي شيء ستكتبه سيكون ملحمة من الحب والسلام والعطاء. له كل المجد والشكر والإكرام الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.